مساء الخير صديقات والأصدقاء السعداء بأن احنا بنعود مرة أخرى بعد توقف دام أكثر من شهرين تقريبا أو أكثر، معرفش قد إيه، بس فعلا توقفنا للأسباب. احنا أنا بقول إن احنا مجموعة فدائيين، يعني الناس اللي بيشتغلوا على أرض الواقع في المجال الثقافي على وجه الخصوص مجموعة فدائيين، وتقريبا مضحين بنفسنا او بقدر ما نستطيع، يعني ان احنا بنيجي بناخد احترازاتنا، لكن في ناس تقريبا جوه الكنبه بس برضه بتتكزعم وهكذا، لكن احنا ماشيين بالتقان على الله وبنستخبى مع انفسنا، لكن بنقول ربنا بيبقى واقف مع الفدائيين. فلذلك قررنا ان احنا نعود مرات اخرى ونعود وخير ما نعود ونفتتح هذه الندوة برواية الأستاذة، الرواية الأولى للأستاذة زيد سالم واللي هي تبغ الشوكولاتة. هو طبعا تبغ معروف، هو الشخصية الذكورية اللي موجودة في الرواية، والشوكولاتة اللي هي الشخصية النسائية، ومن خلال العلاقة بين الاثنين نستطيع أن ندرك كمية مساحات اجتماعية ومساحات عاطفية ومساحات كمان أيضا سياسية، لأن البطل كما أعرب عن نفسه أنه هو ناصري، وأنه كان يعني متشدق بشعار حرية عدالة الحرية نسيت 25 يناير، ما رديتش الحكايه دي اصلا. فلذلك يعني عندما جنحت هذه الشخصيه الى السياسه، فطبعا دي اول روايه للاستاذه زيد، ولكن هي سبق لها طبعا اصدار عدد من الكتب، في ابرزهم طبعا وان تقريبا يعني مجموعه قصصيه اللي هي على راس السكر، واللي اتعملت لها ندوات كتير ولقاءات كتير جدا، بالاضافه لديوان شعر، وايضا هناك كتابان نثريان يعني نستطيع ان احنا نحطهم في المقالات في الفضفضة كما نفعل احيانا في كثير من المقالات. طبعا لان احنا قررنا الندوه بسرعه، فربما ما يعني ما قدرتش اركز معاها، لكن طبعا هقراها بشكل جيد. انا الحقيقه قرات بعض الصفحات وليست كلها، ولكن هركز معاها واقراها، ولكن نحن امام ناقدين ومبدعين في نفس الوقت، يعني هيقيسوا مقياسين، مقياس الصانع الروائي وفي نفس الوقت مقياس القارئ الحصيف الناقد اللي هو بيقيس بالمسطرة والقلم. الدكتورة صفاء النجار وهي طبعا صديقة عزيزة ومنذ أول مجموعة قصصية لها، والصديق العزيز الناقد الدكتور محمد سليم شوشه، ولو تكرمت علينا الاستاذ الزيت انها تقرا لنا جزء من الروايه وبعد كده نبدا في الوقائع. الاستاذ الزيت اهلا بيكم. لا طبعا الاول انا برحب بيكم وسعيده جدا بتواجدي في دار بتانا وبروايتي الأولى تب وشوكولاتة، وسعيدة طبعا بنقدم الندوة المؤرخ الكبير الدكتور الأستاذ شعبان يوسف، وبالصديقة الغالية دكتورة صفاء، والعزيز الصديق الناقد الدكتور محمد سليم شوشة. تب وشوكولاتة. دقات قلبها ما زالت تسمعها وهي تصعد إلى الدور الثالث في عمارة متهالكة في حي عبدين. هكذا وجدت نفسها في لحظة أمام نظرات أستاذ حافظ المحامي الذي سيعقد قرانها بحضور اثنين من الشهود
اتفق معهما حسام مسبقا للتوقيع على وثيقة الزواج. شحب وجهها وهي تردد وراءه: قبلت زواجك. وكأنها باعت نفسها لأول من طرق بابها دون ثمن يذكر، حتى جذبها حسام إليه ولف ذراعيه حول خصرها مطمئنا لها وهامسا: مبروك يا حبيبتي. بخوف وحذر شديدين صعدت إلى بيتها وأخذت تلملم ملابسها بهدوء وصمت خشية افتضاح أمرها، منتهزة فرصة انشغال أمها بالمطبخ وغياب نهلة ووالدها عن البيت. وبخفة حملت حقيبتها وهبطت السلالم على أطراف أصابعها إلى ناصية الشارع، حيث ينتظرها حسام في سيارة أجرة متجهة نحو المطار، تطير بجناحين إلى أحلامها المؤجلة وحياتها الجديدة المبهرة التي ستعيشها بحرية، حرية ستضع هي حدودها وقوانينها كما تبتغيها وليس كما يراها والدها. جميل، شكرا جزيلا للأستاذ زيد. ونبدأ بالعزيزة الدكتورة صفاء النكار.